جامع النبي يونس هو من المساجد التاريخية التي تم إنشاؤها على تل التوبة في الجانب الشرقي من مدينة الموصل. تعرض هذا الجامع إلى نسف كامل من قبل عناصر داعش بعد دخوله نبي الله يونس الذي في حياته لم يسلم من الحوت قصيرة. حيث سار به في البحار وفي مماته من أعتى وأشرس من ملة اللي هو داعش. زين، شو تطالبون انتم اليوم؟ نطالب وبشدة الحكومة الموقرة بإعادة بناء هذا الصرح العظيم. على الرغم من مرور عامين ونيف على وضع حجر الأساس لإعادة بنائه، لكن الأنفاق التي أنشأها تنظيم داعش تعيق من إعادة بنائه بعد أن تم حفرها من قبل عناصر داعش وسرقة القطع الأثرية التي كانت تحت بناء هذا الجامع. هو اكو فريق الماني دا يعمل حاليا في انفاق النبي يونس، راح يبدا خلال هذا الشهر للموسم الثالث له طبعا، لمعرفه مدى تحمل الارض لبناء الجامع، اللي كون الانفاق تتشابك تحت الجامع، لمعرفه مدى يعني مواقع الضعف والقوه في البناء الاسس، لان الاسس مخترقه بكثير من الأنفاق حقيقة، والموقف ما نقدر ننطي أي تصريح حاليا حول مدى القوة، إلا أن ينسحب الفريق الألماني وينطينا تقرير كامل بهذا الشأن. جامع النبي يونس هو أحد أشهر المعالم التاريخية في المدينة، عمل التنظيم الإرهابي على نسفه في خطة ممنهجة وضعت للنيل من الأماكن التاريخية في هذه المحافظة. من محافظة نينوى، خالد الربيعي، قناة سامراء الفضائية.